السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أصدقائنا على قناتنا من جديد، قناة موجيم نيو. رحب بكم أصدقائنا، معكم أخوكم مهند. اليوم راح نبدأ بفيديو جديد عن لعبة كاسل كراش. مثل ما وعدناكم إن شاء الله اليوم الحلقة عن خطط الزعماء راح نعملها، وإن شاء الله راح نستمر عليها بما أنه اللعبة رجعت إلى وضعها القديم وصارت حاليا تقريبا بدون مشاكل. فقط للمعلومة، الجوالات اللي هي أقل من 5، يعني إصدار الأندرويد أقل من 5 وكذا، فأتوقع إلى الآن فيها مشاكل، وما أدري إذا الشركة راح تصلح المشاكل هذه أو تتركها بمشاكلها. لكن قبل ما نبدأ أتمنى فقط اللايك، وإذا كنت ما مشترك معنا أنك تشترك، وخليكم ويانا يا أبطال. يلا بينا. طيب يا جماعة، معانا الأخ عبد كما أدري شنو، أو عبد كي أي أتوقع كذا، يقول السلام عليكم مهند، أنا عبد الرحمن، أتمنى تشوف خطتي. 1 رياح و2 مانا إضافية وملاك رؤوف. 1 ملاك رؤوف، صراحة ماني عارف منو ملاك رؤوف، لكن اتوقع هذه اضافة جديدة اسمها ملاك رؤوف. فالمهم هذه الخطة اللي اعطانا اياها، ما في اضافات، ما في تعليق اضافي، فنقول له جزاك الله خير اخوي عبد الرحمن، وان شاء الله راح نجرب الخطة معاكم. خلي اسوي الخطة ونرجع لكم. حاليا مثل ما تشوفون هذه هي الخطة امامكم، ضبطناها مثل ما هي موجودة معانا. فخلي نبدأ يا جماعة وننطلق ونطلب اول جولة. طيب يا جماعة، دخلنا مع الاخ اسمه منصور. حياك الله اخويا منصور، وان شاء الله اليوم راح نجرب هاي الخطة معاه. طيب خوينا عبد الرحمن، شوف يا رب انه خطتك جيدة وكذا، لان الصراحة ماني داري. افضل شيء نحطه هنا لاجل انه نقتل هذول بسرعة. يا سلام ما قدرنا نقتلهم، خلاص تقدموا علينا شوية. يا سلام، اتمنى انه ما نجيب العيد، يعني نقدر نفوز وكذا بسرعة. يا اخي وش الحظ الحلو، يعني تقدم الصراحة خطوة واحدة تقدم. يا جماعة اتوقع هو راح يستخدم حامل الراية عشان كذا. لحظة. يا جماعة بسرعة. يا الله على هذه السالفة. طيب يس، جيد. حاليا خلاص انتهى هجومه. المفروض هي الصاعقة تجي من وقت، لان الصراحة يعني هي اصلا يعني تحتاج الصاعقة وكذا بالبداية، يعني ما تحتاجها الا بالنهاية، بعد ما تحتاجها اذا صارت للنهاية، فاهمين كيف؟ فخلاص ما خليك احلم انه تفوز. الحمد لله عندنا يعني حاطط لنا الاوراق وكذا. فابدأ يا حبيبي، ابدأ تقدم. تقدم يا حبيبي، ما في مجال. خلاص يا حبيبي، خلاص دباي على جنب. تقريبا خلاص احنا سيطرنا، يعني هو يعتمد على الخطط السريعة وكذا، فانتصرنا. وش هذا الصيحة يا حبيبي؟ طيب يا جماعة، أشكر أخويا منصور على هذه المباراة، وأشكر أخويا عبد الرحمن على الخطة. اللي يشوف هذه الخطة جيدة فيستخدمها، إذا كان في القلاع الأولى كذا يقدر يستخدم هذه الخطة. الصراحة يعني تقريبا خطة متكاملة، يعني ماني عارف، انتو قيموها وخلونا ننتقل إلى التعليق اللي بعده. معنا الأخ أوتاكو أمر، يقول الخطة كالآتي: 1 رياح، 2 قزم، 2 غول، 1 ساحر، 2 حاصد الأرواح، و2 توأم، و2 الملاك، 1 طقس الماما. يعني شايفين كيف، يعني دا يأكد عليها طقس الماما. فأشكرك يا أخي العزيز على هذه. أنا أم عمر في قبيلتك، حياك الله أخويا. طبعا هذا معانا في القبيلة، خليكم ويانا نضبط الخطة ونرجع لكم. مثل ما تشوفون حاليا هذه هي الخطة أمامكم. أشكرك أخويا عمر على الخطة، فخلينا نجرب هاي الخطة. طيب الخطة صراحة تعتمد على حاصد الأرواح، وأني صراحة يعني ماني جيد بحاصد الأرواح وكذا، فأتمنى تضبط معانا. فإذا فشلت وكذا فالمشكلة من عندي، يعني ما هي مشكلة من اللعب، من الخطة. أتوقع لو هو يضبطها أفضل من عندي. فمثل ما تشوفون هذه هي المشكلة. هسه حاليا كيف راح نضرب الساحر؟
طيب خلاص قدمنا كذا. جيد، اجانا الهواء صراحة بالوقت الجيد، اجانا الرياح يعني بالوقت المناسب، ولا كنا اكلناها. طيب كذا نتقدم. جيد، عندنا الساحر، نتقدم بالساحر كذا. يا الله ما تعدنا، يا الله يا الله. جيد والله، يعني هذا يسموه النقذة الخرافية صراحة. يعني شوف كيف منو نقذنا، نقذ الملاك كده، ولا كان راح من عندنا هو ايضا راح يعني، لكن المهم يعني قدرنا نضبط امورنا قبل ما يموت حاصد الارواح وكذا. فاذا خسرنا فالمشكلة خلاص احنا ربحنا، ما في مجال انه نخسر. فهذا الصراحة خلاص مبروك اخويا، الخطة جيدة الصراحة، رغم اني يعني ماني جيد بالحاصد الارواح وكذا، لكن الخطة كانت مضبوطة. واشكرك اخويا عبد الله على المباراة الحلوة، واشكرك اخويا عمر على الخطة الرائعة. فخلوكم ويانا ننتقل الى الخطة اللي بعدها. طيب قبل ما انتقل الى التعليق اللي بعده، الصراحة في اشخاص كثيرين يردون على الفيديوهات اللي مال كاسل كراش ويضعون خطط ويقولون لي استخدم هذه الخطط. الخطط يا اخواني يعني الافضل تحطها بالمنتدى من انشر انا منشور، واذكر انه راح نعمل فيديو عن خطط الزعماء وكذا، فالافضل انه خطتك تحطها بهذا المنشور لاجل انه اخذها بشكل مباشر، لان بالنسبة للخطط الموجودة على الفيديوهات وكذا ما ظنيت انه انا راح اراجعها. السبب لان من انشر منشور على المنتدى راح حصل على كثير من الخطط، كثير اشخاص راح يشاركون، فاني ما اريد يعني اضيع الوقت وكذا واقوم ادور على فيديوهات قديمة. وخلوكم ويانا وناخذ التعليق اللي بعده. معنا محمد كاسل كراش يقول المرة السابقة لم تنشر تشكيلي او تشكيلتي، يعني تشكيلتي هي 2 رماة و2 قزم و2 حاصد ارواح و2 حامل حماية و2 حامل راية. حامل الراية قمنا نسحق كثير، واضح انه الوقت متأخر جدا. وإلى النهاية يقول أتمنى هذه المرة تلعب بها ووصلت لها 5000. الصراحة تقدم جيد، وشكلنا اليوم راح ناخذ الخطط كلها يستخدمون حاصد الأرواح. خلونا نضبط الخطة ونرجع لكم. فمثل ما تشوفون حاليا هذه هي الخطة اللي نطانا إياها أخونا محمد، فنقول له جزاك الله خير على الخطة. يا جماعة بالنسبة للتشكيلات وكذا، صراحة أشكركم من كل قلبي على التفاعل وتعطوني خطط كثيرة وكذا. فشي طبيعي يا أخوان أنه ما راح أقدر أخذ جميع الخطط، إن شاء الله يعني اللي يبقى متفاعل معانا وكذا لازم مرة من المرات أنه أخذ الخطة مالته وأنشرها على القناة. خلونا نبدأ يا جماعة، خلي نجرب هاي الخطة ونقول إن شاء الله يعني تضبط معانا وكذا. فنبدأ يا الله، بسم الله نبدأ كذا. صراحة أعرف اللي يلعبون بهذه الأشياء بيعملوا يعني يحاولون أنه يضبطون المرحلة مالتهم بهذه الطريقة. شوفوا كيف راح نلعب، راح ننتظر هذا حامل الراية. يا الله خلاص كذا الجليد، يا حالاتك. خلاص كذا يعني قدرنا نضبطها اتوقع. اول مرة يعني استخدم كذا حركات بحاصد الارواح، صراحة ما استخدم هذه الخطة كثير، خطة حاصد الارواح وحامل الراية وكذا يعني ما تضبط معي، دائما استخدمها وما تضبط. فجزاك الله خير اخويا على الخطة. اللي يحب كذا خطط، اتوقع في ناس كثيرين يستخدمون حامل الراية وحاصد الأرواح. هذه الصراحة يعني خطة رائعة جدا جدا، مثل ما يقول هو وصلت إلى 5000، فاللي يحب إنه يستخدمها موجودة أمامك، استخدمها يا حبيبي ما في مشكلة. خلونا ننتقل إلى التعليق اللي بعده. طيب معنا الأخ MHD جيم يقول أرجوك ضع تشكيلتي وإلا. صراحة هو ما هو كاتب تشكيلته، وأنا أعرف إنه هو حاط التشكيلة لكن وين على الفيديوهات. فصراحة ما عندي وقت حاليا اروح اراجع الفيديوهات، وماني عارف يا فيديو انت حاطط عليه الخطة مالتك.
فيعني كنت اتمنى لو انك حاطط خطتك يعني موجوده هنا بالمنتدى. فبما انك ما حطيت خطتك وكذا فراح اتجاهل صراحه خطتك حاليا، وان شاء الله في الفيديو القادم اذا حطيت تشكيلتك خلاص اوعدك انه راح اخذها. فخلونا ناخذ التعليق اللي بعده. معنا الاخ جيمز اند انمي يقول استخدم رياح وطقس المانا ومتحول وشيطان وحمايه وعنصر الجليد وكذا وحظيره الطائرات وطيب اهم شيء انه ما موجود حاصد الارواح. طيب يقول حظا سعيدا، اشكرك اخويا على هذه الخطه وان شاء الله راح نجربها مع بعض. خلوكم ويانا اضبط الخطه ونرجع لكم. طيب يا جماعه الخير، مثل ما تشوفون حاليا هذه هي الخطه امامكم. الصراحة الخطة متنوعة بشكل يعني ماني فاهم عليها الصراحة، يعني هذه الخطة صراحة ينطبق عليها المثل يقول لك من كل قطرة أغنية، هذه أيضا الخطة كذا يعني من كل نوعية بطاقة حاطط. فصراحة يعني مستغرب من الخطة، فأتمنى تكون الخطة مضبوطة وكذا. وأشكرك أخي العزيز على الخطة اللي عملت، فخلي نجربها ونقول يا الله بسم الله. دخل معنا حاليا ديكسير أو ديكسير ديكسر، اتوقع ديكسر كذا. وش لعبت حظا سعيدا؟ واضح انه الاخونا يعني عنده كذا طاقة وكذا، فاهمين علي؟ يعني متفاعل كثير. ف اتمنى تكون الجولة يعني رائعة وكذا، يعني تستمتعون بها. اتوقع زيدنا بكذا كثير. فخلونا نبدأ ننطلق. يا الله. طيب ما هي مشكلة، ما هي مشكلة. يا الله يا الله، ننتظر تجينا بطايق لأجل تصير عندنا هذه بشكل كبير. لا والله حطنا كذا أفضل. يا الله على البياض. خلاص لحظة لحظة، هذه كذا جيد. يا الله والله حطيت الدرع، ينعل ابو تشذب. طيب خلاص ما هي مضبوطة معانا. طيب ما هي ضبطت معانا الصراحة. جزاك الله خير اخوي العزيز على هذه الخطة. صراحة ماني فاهم عليها، يعني تستخدم مثلا الهياكل العظمية او حظيرة الطائرات، وتستخدم مثلا الساحر وفارس الاجواف، يعني ماني عارف شنو قصة الخطة، يعني شنو المطلوب بها ماني عارف، يعني هل هي دفاعية ام هل هي هجومية. فالمهم يعني المهم انه انت مقتنع بالخطة مالتك. على العموم هذا اللي كان عندنا اليوم اخواننا. الصراحة ودنا انه نرجع نصفي القبيلة من جديد. السبب انه مثل ما تشوفون حاليا يعني نعطيكم الموعد واللي معانا ما يدخلون، يعني مو بس ما يدخلون على الموعد انما ايضا ما يتبرع، غير متفاعل، ما موجود، مجرد اسمه بالقبيلة كذا. فصراحة هذا الشيء يعني ما له اي داعي، يعني اذا كنت انت ما متفاعل، ما تلعب اللعبة كثير، يعني ما تحب اللعبة او كذا، فانت علش تدخل وتسوي ازدحام بالقبيلة وتاخذ مكان؟ يعني اذا انت ما كنت تريد تتفاعل معنا، ما تريد تصور بالحلقة، ما تريد يعني تتبرع، يعني طيب ليش داخل معنا؟ يعني المفروض انه انت خلاص مجرد انه تحب مثلا تشوف الفيديوهات وكذا فشوفها. اجي اضع بالمنتدى واقول لكم يا جماعة اللي يريد يصور وكذا يجي، واجي والاقي معايا فقط 3 أو 2، فواضح انه الاغلبية هم ما موجودين باللعبة، يعني يجوز بعضهم ترك اللعبة وما ادري كيف. فاذا كانت عندكم اعذار وكذا فاتمنى تكتبوها يعني لاجل ناخذ موقف لكم. راح نبدأ نصفي بالقبيلة ان شاء الله في كم فيديو بعد يجي ونصفيها. اي شخص ما متبرع، ما يتبرع، فقط ياخذ بطايق ما يتبرع، هو راح يكون عرضة للطرد وكذا. اي واحد عنده عذر مثلا دراسة ولا كذا يكتب لنا اياها لاجل انه نعرف انه يعني مقدما انه هذا مثلا مشغول حاليا وكذا. فاتمنى يكون الفيديو نال اعجابكم، ما اريد نطول اكثر. هذا اللي كان عندنا اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لتجنب مرض كورونا ننصحك باتخاذ الإجراءات التالية: سبسكرايبو، لايكو، كومنتو، واغسل يديك قبل الأكل وبعدها، ولا تنسى تشيك على باقي الفيديوهات.